هل فعلا طبعا بعضهم يعني اخرج بعض الدراسات، انا ما اعرف قوه الدراسات عن الاستاتين انه ما يعالج شيء، طبعا والديون هذه الثلاثيه ما تعالج. انتم قاعدين يعني يقول الشركات قاعد تاكل اموال بما يعني داخل من نظريه المؤامره. هو طبعا دائما انا اقول دائما الراي المخالف موجود في كل شيء، حتى في الدين وحتى في الطب وحتى في كل شيء، لكن الصحيح دائما يعني الصحيح انه لا، مو صح. يعني احنا دائما نقول للاطباء دائما وللناس دائما، انت لا تنظر للبرايمري كوز، انظر للسكندري كوز. يعني بمعنى انا مثلا عندي الدهون الثلاثيه مرتفعه، قبل لا نعالج الدهون الثلاثيه، هل الدهون الثلاثيه بسبب السكري؟ عالج السكري يتعالج في ارتباط. اذا زاد نسبه السكر في الدم ارتفعت الدهون الثلاثيه، فاذا عالجت السكر في الدم نزلت الدهون الثلاثيه. هل المريض عنده سمنه هي اللي سببت الدهون الثلاثيه؟ عالج السمنه. هل عنده مثلا ادويه معينه رافعت له الدهون الثلاثيه؟ هذه نسميها الاسباب الثانويه. انا دائما يعني اعطي مثال عندي في العياده سهل، اقول له انت عندك مثلا مويه البيت تصب في الحوش، لو تجيب اربع عمال يكنسون الحوش ما اقدر تسيطر على المشكله، صح؟ لكن لما يطلع احد الخزان ويقفل البزبوس انتهت المشكله. فانت لازم تعرف البرايمري كوز او السبب الرئيسي للمشكله. اذا ما لقيت اسباب رئيسيه، يعني كان المشكله الرئيسيه هي هذه المشكله، ابدا في علاجها. فنقول دائما ليش الناس تشكك في العلاجات، يقول ان في اسباب اخرى. اذا وضحت الاسباب وبحث عنها بشكل صحيح ووجدت خلاص. يعني انا تعتبر الكوليسترول والدهون الثلاثيه تعتبرها اعراض وليست اسباب؟ اذا لا، لازم نفتش عن الاسباب السبب اولا، ان وجدت ولا صباح مرض ولا مرض هو بنفسه. اها. وقد يولد الشخص بالمناسبه، يمكن هذه الناس منكم ما تعرفها، قد يكون عندك جينيا او وراثيا من تطلع انت على الدنيا والكوليسترول عندك مرتفع. لذلك الناس يستغربون، يقول يا اخي انا اعرف اكس من الناس نحيف يا دكتور، نحيف وعندك كوليسترول مرتفع. اقول هذه جينيا في داخل دمه. مشكله الكوليسترول يعني الاشياء اللي الناس ما تعرفها ايضا، 70% منه يصنع في الكبد، 30% مع الاكل والرياضه. فلما يجيني واحد عنده الكوليسترول مثلا احنا نبغاه 100 وعنده 200، قول له مارست الرياضه ونحفت وكذا، ما يمدينا. يعني لازم من العلاج. لازم من العلاج. طيب هل فعلا فيها جدول علاج؟ العلاج اثبتت الدراسات يعني كلها تقريبا انه اخذ العلاجات المخفضه للكوليسترول في الدم تعطي نتائج كبيره بالنسبه للجلطات في القلب وفي الدماغ. فهذه من الامور اللي يعني صارت رغم انه بعضهم اطباء خرج ينفي مثلا. هو طبعا دائما قلت لك الراي المخالف موجود حتى في الفقه وحتى في الطب وحتى يعني تتذكر في كورونا مثلا بعض طلعت نفس اكيد يعني هي الخلافات موجوده، لكن دائما تاخذ بالراي الراجح يعني.